في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا بقى ده مجنون مسلسلات، والشهر رمضان دايما بيكون الموسم المفضل بتاعه، أعظم وقت في السنة، وبيستناه مخصوص عشان يعيش مش قدام الشاشة، لا يعيش جوه التلفزيون نفسه. ويفضل أخونا طول الشهر يتنقل بين القنوات، يشوف جزء من المسلسل ده وجزء من مسلسل تاني، واللي يفوته يشوفه في الإعادة حتى لو كانت الإعادة إيه 4 الفجر. والمأساة بقى لما الشهر يخلص والمسلسلات تخلص وما يلاقيش زميلنا عبد عزيز حواديت يكلمنا فيها تاني يوم. مالك يا زيزو؟ ماليش يا سام، ماليش يا سيدي، ما انا قاعد اهو، قاعد اهو قدامك زهقان وطهقان زي ما انت شايف. خلاص خلصت المسلسلات وخلص الاكشن، خلص الاختيار، خلاص خلصت بقى وراحت ليالي المسلسلات. بذمتك انت مبسوط كده؟ مش هيوحشك امير كرارة ومحمد رمضان؟ طب مش هتوحشك يسرى ونيلي كريم؟ يوحشوني ليه بس يا سي زيزو؟ هما هيروحوا فين يعني؟ مش خلصت المسلسلات زي كل سنة كلها كام شهر يا سيدي ويرجعوا لك تاني بمسلسلات جديدة؟ اديهم فرصة يا زيزو ياخدوا بس نفسهم عشان يرجعوا لك تاني بموضوعات تبسطك. انت بقى تابعت مسلسل ايه تاني السنة دي ما قلتليش؟ كلهم يا عم، تابعتهم كلهم، انا ما سبتش ولا مسلسل، شفت كل حلقات المسلسلات حلقة حلقة، واللي كانت بتفوتني كنت بشوفها في الإعادة أو على المنصات الجديدة دي اللي بتذيع من غير إعلانات دي، وكنت مانع بقى أم عبد الراضي والولاد يحكوا قدامي أحداث أي مسلسل. أيوة يا عم، عشان ما يبوظوش عليا متعة المتابعة، أصل برضو الفرجة فن مش أي كلام. أنا بقى ليه تقوس كده في الفرجة على المسلسلات؟ تقوس في الفرجة على المسلسلات؟ تقوس زي إيه بقى يا فنان؟ إيه، بتمنع أولادك من الكلام ولا تتفرج لوحدك من غير المدام؟ انت بتتريق سعادتك؟ ايوه بمنعهم من الكلام يا سيدي، وام عبد الراضي بتتمنع من الكلام مع صاحباتها بالموبايل كمان طول ما المسلسل شغال. وطبعا بقى لازم مع المسلسل كوبايه الشاي وطبع الفشار. اللي هو انت مالكش طقوس في الفرجه ولا يا عموره؟ لا 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 لا، ماليش طقوس يا سيدي، ولا حتى بقدر زيك كده اتفرج على مسلسلين في وقت واحد. ده انا يا دوب اقدر اتابع بالعافيه مسلسل واحد ومن غير شاي وفشار كمان. لا 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 يا عم، انت كده فايتك كتير قوي يا معلم. ده امير قراره عامل شغل جامد قوي، ونيلي كريم ويسرى كلهم الصراحه عامل شغل حلو قوي السنه دي. ده انا كتبت على الفيسبوك والله وقلت لهم انا مستني الجزء التاني. انت عايزهم يعملوا لك جزء تاني من كل مسلسل يا زيزو؟ جزء تاني مخصوص عشان خاطر سيادتك يعني؟ طب ما تطلب منهم بالمره يمدوا لك رمضان ويخلوه 60 يوم، ولا ايه رايك؟ يخلوا كل مسلسل 360 حلقه بعدد ايام السنه، والناس تقعد تتفرج معاك بقى وبلاها شغل ومشغله عشان سعادتك تتبسط. وايه يعني يا عمان؟ معظم المسلسلات دلوقتي في الدنيا كلها بتبقى جزئين وثلاثة واربعة حد. والله فكرة يا زيزو، خلاص نقول المنتجين ان زيزو باشا مش عايز المسلسلات تخلص، وبيطلب ان مسلسلات رمضان تستمر بقية السنة عشان تساعده على القعاد في البيت. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.